يا نهار اسود، اتقبض عليها؟ دي مصيبه داليا، مصيبه. مصيبه ازاي؟ فهمني ايه اللي حصل. اتقبض عليها بثلاث تهم: تضليل سلطات، وبلاغ كاذب، والتعدي على فريق طايمه في مكتبه. يا نهار اسود، كارما ضاعت. ضاعت يا يوسف. مش هي لوحدها. يعني ايه مش هي لوحدها؟ يعني صفوت بيه تلطف الموضوع وتحاول التفتيش هو كمان. ليه كل ده يوسف؟ ليه؟ انا السبب، انا اللي مشيت ورا تخاريف قريبتك. ضيعت اعز انسان ليا ومشيت وراه ملوش اي لازمه. ليه؟ هما ملقوش دافنشي؟ مفيش سيفت اسمه دافنشي اصلا، مفيش حاجه اسمها دافنشي. ماشي الكلام. اطمنتي؟ جدا، حتى زي الفل الصراحه. وقعت عليها ازاي دي؟ الغالي تمنه فيه. على مهلك يا دكتور، مش بدري كده. لا ده انا مستعجل وما عنديش وقت للفصال. واحنا جاهزين، اعمل اتصالاتي وارجع اكلمك. بس اهم حاجه يا دكتور الورق. انا ما عنديش استعداد اشتغل في حاجه مضروبه او عليها قلق من اي نوع، وخصوصا بقى قلق الداخليه. ماشي، يلا سلام. داخليه يا رباب. لم يا خمس دقايق بره بس. قطعت رعد ما كنت ماشي على حل شعرك في المستشفى السوبر. مش وقت هري دلوقتي. حاله ايدي اللي جت من الداخليه؟ مش فاهم يا حبيبي. مش من الداخليه دي، حته زي الفل جابها الدكتور نشأت اللي منتدب في قطاع السجون، ومفيش وراها اي مشاكل. متاكده؟ طبعا متاكده. هو انا هجيب حاجه عوقت وديها في داهيه؟ بس بقول لك ايه، لازم تيجي النهارده باي شكل. الحاله يا اخويا مش هتستنى سعادتك لما تخلص غرامياتك. سلام. سلام. ايه مسهل، هتديني كام واقول لك على اهم سر في حياتك؟ سر ايه بقى؟ سر الدبله اللي في ايد الباشا يا دكتوره. شريف بجد يا وفاء؟ طب قولي ساكته ليه؟ قولي. كان خاطب يا ستي، وواضح انه فسخها قريب جدا. واضح يعني؟ مش اكيد. انا متاكده وبكره تشوفي. طب ما تعرفيش كان خاطب مين؟ كارما سليم. كارما سليم اللي كانت محجوزة عندنا هنا الأسبوع اللي فات. ليه يا كارما؟ حرام عليكي، أنا قلت لك بلاش اللعبة الزفت دي. حاضر يا أستاذة. أيمن باشا، خمس دقايق بس. أنا ما غلطتش يا داليا وما لعبتش، إحنا اللي اتلعب بينا. اسكتي بقى. مش هسكت يا يوسف. أنا متأكدة من كل كلمة قلتها، وكل الشواهد بتقول إن أنا صح، وخبر التفتيش اتسرب لفريد طعيمة. يبقى أنا اللي سربته يا صفوت. يا باشا أنا ما قلتش كده. أنت مش لازم تقول كده يا سعادة اللواء، كفاية إنك تأكد إن الخبر ده اتسرب، والخبر ده ما حدش يعرفه غير أنا وأنت ويوسف وكرم، وأنا الوحيد اللي نبهت فريد في الزيارة اللي فاتت. يا باشا أنا استحالة أشك في سعادتك، ده الموضوع كله في إيدك. يعني أنت لو عايز تنقذ فريد كنت رفضت طلب التفتيش من أساسه، وكنت نبهته بشكل ودي انه يتخلص من حسن ابو شامه من غير اي اجراءات. تاني هتقولي حسن ابو شامه؟ مفيش حسن ابو شامه، مفيش رؤوف المليجي، مفيش. في يا فندم، صدقني في. سعادتك اديني فرصه، هعمل عمليه تتبع لشريحه الموبايل بتاعت سعد الحلوجي، وانا هجيب لسعادتك النطاق الجغرافي لاخر مكالمه، وساعتها سعادتك هتصدقني، هتلاقي فعلا. متاخر قوي يا صفوت. اللجنه هتتعرض النهارده على سياده الوزير، ومصممين يثبتوا العملة السوداء اللي انت عملتها مع فريق طعيمة، والست الغريبة اللي انت وديتها له. الست دي يا باشا تبقى كارما سليم. كارما؟ ما انا يا فندم. ما هو ايه يا اخي؟ يا اخي حرام عليك، حرام عليك يا اخي، ده انت طينتها وطينتها بزيادة قوي. التفتيش مش هيرحمك، خصوصا لو عرفت ان انت وديت المحامية دي بالذات في مكان زي ده.
خساره. خساره كبيره قوي يا صفا. بعد الخبره والعمر والكفاءه دي كلها تحط نفسك تحت درس فريد طعيمه عشان ايه؟ عشان مين؟ عشان واحده مجنونه زي كارما سليم؟ مجنونه؟ هو ده الحل الوحيد اللي انا خدته من بق يوسف عشان هو مش طايق نفسه. حلل ايه بالظبط؟ المصيبه اللي انت فيها. انت لازم ترجعي لنفس الحاله القديمه اللي كنت فيها زمان. وانا قدم تقارير طبيه وشهادات بتقول ان انت بتعاني من خلل نفسي وان انت بتشوفي حاجات مش طبيعيه. انت عايزه تدمريني يا داليا؟ هو انت كده ما اتدمرتيش؟ لا ما اتدمرتش. ايه بلاخ كاسب؟ اتعديت على ظابط في محل عام، كلها حاجات اقدر اجادل فيها واطلع نفسي منها. مش هتخرجي ومش هتعرفي تخلصي نفسك منها. الداخليه مستحلفالك المره دي ومش هتديكي اي فرصه لاي حوارات الا بقى لو انت اعترفتي. هتحبس. انا مستعده اتحبس على التهم اللي عندهم، لكن اقول على نفسي مجنونه وبرق فريد طعيمه من كل البلاوي اللي عملها ده على جثتي. مش هيحصل ابدا والله. حرام عليك يا كرمة، الراجل اللي هيضيع بسبب كده ذنبه ايه؟ صفوة بيوعدني ان هو هيقنع مساعد الوزير يفحصه بمكالمات سعد المخبر، والحمد لله التليفون لسه معايا اهو، ما خدوهوش مني. مكالمة دافنشي موجودة والرسالة بالدقيقة وبالثانية، كل ده ما يكفيش. ايه ده؟ ايه في ايه؟ كنت قافلة تليفوني لسه واصلالي رسالة متأخرة. اوعي تقولي لي من دافنشي. يبقى هو اللي سرب الخبر لفريد طعيمة. فريد باشا، أيمن صافي. أيوه افتكرتك. مش أنت بتاع قضية كارما سليم؟ دي بداية زي الفل وهتوفر علينا كتير قوي يا باشا. مش فاهم تقصد إيه؟ في مسجون عند سعادتك اسمه رؤوف المليكي الشهير بدافنشي. دافنشي؟ الحقيقة أنا مش فاهم حضرتك بتتكلم عن إيه. يا باشا ما تخافش، أنا لا بلعب ولا بتخبس عليك، وأديك قايلها لسه بنفسك، أنا ضحية كارما سليم. أيوه طيب، إيه علاقة الكلام دوت بالله؟ مصلحة يا باشا، مصلحة مشتركة بيني وبين سيادتك. أنا ليا طار عند كارما سليم ومش طايلها، بس معايا السكينة المسنونة على الشعر اللي هديها لك تتبعها بيها قبل ما ترشقها في قلبك. أشكرك إزاي بقى يا إيمان باشا؟ بإنك تطمني يا باشا. طمني وقول لي إن الفرخة اتذبحت وبترقص رقصة الموت. رد، قلت لك مش هيرد. ما بيردش ليه؟ لو سمحت كارما. انا عايزه اقابل يوسف الراوي ضروري. لازم اتكلم مع يوسف الراوي ضروري. اهدي وتعالي كلميني، فهميني ايه اللي حصل وايه المسج اللي جات لك في عفرتك بالشكل ده. فاطمه. فاطمه؟ ايوه فاطمه، اللي قابلناها في عزبه الورد، وقعت في ايدين ايمن صقر وقالت لي ان انا باجي هنا الوزاره ليوسف الراوي وخليته يكلمها. ايمن صقر؟ يطلع مين ايمن صقر ده كمان؟ ايمن صقر اللي بوظت له القضيه بتاعته واتنقل بسببي. اكيد من ساعتها وهو بيتبع خطواتي وبيراقبني، وهو اللي سرب الخبر لفريد طعيمة. الله يخرب بيتك يا فاطمة. صدق الله العظيم. يا رب يا رب افرجها، والنبي يا رب افرجها بقى يا رب. اهلا وسهلا، نورتي المستشفى. اهلا يا مستر باب. اهلا، اتفضلي ارتاحي. ميرسي، شكرا. هو برضو مش حضرتك الدكتوره اللي سكنتي عندنا جديد في عزبه الورد؟ ايوه بالظبط كده. اهلا بيكي، تحت امرك يا دكتوره. الامر لله. هو انا سمعت كده بالصدفه من نوجه الشغاله ان حضرتك بتشتغلي هنا انت والدكتور شريف طه. ايه ده الدكتور شريف؟ هو انت تعرفي الدكتور شريف؟ جدا يا فندم، ده انا سبب خطوبته من الاستاذه كارما سليم المحاميه. المحامي.
ايوه اصل انا كنت بشتغل في المستشفى اللي كانت بتتعالج فيها، وهو كان بيجي لنا يعني منتدب للزيارات الخاصه والتوادق والحاجات. طبعا عارفه. اكيد عارفه، بس ما تعرفيش طبعا ان انا كنت همزه الوصل بينهم لحد ما بقت قصه حب جميله ما شاء الله. لا كتر خيرك، ده انت حتى باين عليكي برضو ست عظيمه. كنت يا مس رباب الحمد لله يعني، بس الحال اتدهور بيا قوي وجوزي توفى وسبت شغلي وما بقاليش مصدر رزق في اي حته، فلما يعني سمعت انكم شغالين هنا قلت اجي اسلم يعني واطلب الدكتور شريف يشوف لي شغل وكده، بس قالوا لي انه ما بقاش بيجي تقريبا يعني. بس كده هو انا رحت فين يا دكتوره؟ ده احنا حتى جيران وولاد حته واحده. يا رب يخليكي، يا ربنا يخليكي يا حبيبتي. وكفايه برضو ان انت جايه من طرف ست الغاليين الاستاذه كارما سليم. ايه ده؟ مش معقول، انت كانت على السيره كارما سليم. هرد بعد اذنك. خدي راحتك كلميها وانا راجعه لك كمان شويه. ماشي. ايوه يا كارما، ده انا دخت عليكي. انت ايه اللي عملتيه ده يا فطيب؟ عملت ايه؟ أنا مش منبهة عليكي إنك أوعي تقولي لأي مخلوق إن أنا بعرف يوسف الراوي. أيوه بس أنا كلمتك كتير عشان أعتذر لك وكده يعني، بس ما كنتيش بتردي وبعت لك رسالة. بعت لك رسالة طويلة شرحت لك فيها كل الظروف. الظروف إيه اللي تخليكي تقولي سري لواحد زي أيمن صقر؟ ما هو الظابط الواطي ده كان عايز يحبسني. هو أنا اللي هتحبس دلوقتي يا فطيب؟ يا لهوي، يا نهار أسود، تتحبسي إزاي؟ لبسوني ثلاث قضايا بسبب عملتك السودا دي. انت ايه؟ لما اشوف القرف اللي احنا فيه ده. ايه ده؟ وكمان ماسكه التليفون؟ في ايه؟ التليفون ده؟ لا التليفون ده من حقي. حقك ده كان زمان يا استاذه، انت هنا متهمه وهتلبسي الكلبشات وهتطرحي على النيابه. يا كارما، مين ده اللي هيحبسك ويوديك النيابه؟ انت انا محاميه. امشي ولا كلمه. سمحت حضرتك. امشي ولا كلمه. ولا فوق. يا نهار اسود، ضيعتيها يا فاطمه؟ ضيعتي الست الوحيدة اللي عطفت عليكي يا ملعونة، يا ملعونة يا بنت، ضيعتيها يا فاطمة. هاي يا دكتورة، كلمتي الأستاذة كارما؟ ما أعرفهاش، أنا ما بعرفهاش، أنا ما أعرفش حد. أنا كدابة وبتبحت في أي حد عشان أشتغل وكده. أنا ما قلتش عايزة أشتغل. أنا مش عايزة أشتغل، أنا عايزة أموت، أنا مش عايزة أشتغل. أنا فاطمة. مين فاطمة دي؟ فاطمة دي بقى أول مسمار اتدق في نعش كارما سليم، أول خيط عرفني علاقة الست كارما بالبهوات اللي في الوزارة. شكيت إنها بتراقبني طبعًا، عايزة توقعني في أي غلط تسخن بيه عليا الوزارة. لا يا أحمد باشا، لازم تعرف أرجوك، الحوار ده بيتشكل عليا، في حاجة بتتدبر من ورايا. وأحمد دايما ما كدبش خبر، صاحبي وزي أخويا ودفعة واحدة، وأنا اللي شغلته في الوزارة بعلاقاتي القديمة، وعنده استعداد يخدمني بأي تمن حتى لو دخل برجله قفص الأسد. صفط بيه جوه يا ابني. لا سعادتك، مكتب الباشا مساعد. روح هات لي فنجان قهوه لغايه ما يجي. حاضر حتة مايكرو صغيرة من عهدة الشغل تقرب الصورة وتسمعنا حوار كارما هانم مع سيادة اللواء. كنت حمار وفاهم نفسي مهم في الوزارة والحوار هيدور عليا وعلى مشاكلي، ما جاش في خيالي ان اللعب ده كله يبقى على تقيل. هو المخبر ده متسجن فين يا يوسف؟ سعد متسجن تحت رئاسة فريق طايمة من حوالي 20 سنة يا فندم. فيه يا فندم؟ هو حضرتك لسه شاكك في حاجة؟ لا أنا مش شاكك في حاجة، أنا خلاص تأكدت من كلامك، بس إحنا لازم نقدم تقرير وافي لمساعد الوزير عشان يوافق على طلبك. طلبي أنا؟ أيوه طبعًا، الإجراءات لازم تتم بشكل رسمي. ركزي معايا، أنت هتقدمي لي بلاغ باسمك وأنا هرفعه للمساعد بتاع الوزير. هتطلبي في البلاغ إجراء تفتيش سري وعاجل على المعتقل، وهتروحي معانا كمان. سري وعاجل؟ يا واطي يا خاين يا ابن الكلب، تبيع صاحبك ودفعتك وسمعة الداخلية كلها عشان واحدة زي دي؟ خلاص بقى يا باشا، الراجل خد جزاؤه، عفى الله عما سلف. خد جزاؤه؟ يا
متصور يا أيمن إنه كده خد جزاؤه؟ ورحمة أمي ما هسيبه إلا وهو طالع بفضيحة من الداخلية، وخليه يعيط عليها طول عمره اللي حصل ده في وشي. صحيح يا باشا، سيادتك كلتني كده في الكلام وما قلتيش عملت إيه مع الأخ دافنشي. أنا ما قلتلكش صحيح؟ لا يا باشا. دافنشي خلاص يا أيمن باشا. بح. خدمته خدمة القبر وريحته من الدنيا وبلاويها. ده صاحبي وحبيبي وعشرة 15 سنة. معقول اتخلى عنه بعد العمر ده كله؟ أسيبه للست كارما تخرجه من الجنة اللي كان فيها وترميه في نار جهنم اللي بره؟ ده كلام. إيه ده يا باشا؟ أنت قتلته؟ اخص عليك. يا أيمن، أنت تفكر في التفكير ده؟ الراجل راح شهيد. شهيد؟ آه. ضحى بنفسه عشان خدمة البشرية كلها. ده مش مصدقني؟ اسأل الملاك اللي خده من عندي وداه لعزرائيل. يا أهلا بالقمر. أهلا أهلا بالحبايب، نورت يا دكتور. ده أنت اللي نورت يا ست رباب. ست؟ وإيه ست دي كمان؟ بقول لك إيه يا دكتور، ده أنا لسه بشوكي، لا حد ستتني ولا كتب عليا. الرجالة ما عندهاش نظر، اللي يعرفك يدفع فيك فلوس كتير قوي. يا سيدي على الكلام اللي يدوخ. طب ما انت حلو اهو يا دكتور وبتريح الزبون. في الكلام بس يا رباب، لكن في البيزنس ما اعرفش ابويا. يا ساتر. بقول لك ايه، نخش في الموضوع. اخبار المرحوم ايه؟ اهو متلقح في المشرحه ومستني الفرج. الف رحمه ونور يا دافنشي. طول عمره كان متاكد انه مش هيخرج من هنا على رجله. كان مستني اللحظه دي بفروغ صبر، اللحظة اللي تخرج فيها روحه من جسمه ويفتح عينه ويلاقي نفسه في الجنة ونعيمها. لو كان ميت يا رباب، انا جايب لك حته سليمه وشغاله ما فيهاش غربوش. عندنا منه كتير يا دكتور، مش لقطه للدرجه. لا لقطه ونص يا حبيبتي، ده انتوا لما بتزرغطوا وبتقعوا على حاله ديليتد فيكسد بتاخدوا منها ربع المطلوب، لكن ده فينش عايش. برضو شوية عشان نخلص يا دكتور. وبعدين بقى في شغل عزبة الورد ده. ومالها عزبة الورد يا دكتور؟ طب تصدق وتؤمن بالله عزبة الورد اللي مش عاجباك دي بيجيلي منها زباين بتراب الفلوس. عزبة الورد؟ عزبة الورد؟ عزبة الورد بتاعت كارما؟ فاكر الحلم اللي انت جيت صحيت وانا في الجنينة كنت عمال احلم يوم الجنينة؟ ايوه، لما خريتك وراحت بيك المدوقة دي اللي اسمها عزبة الورد. ادي كارما لابسه برقع
مش عارف ليه تفتكر هي ساكنه في عزبه الوالد يا سعد. يا سيدي مش مهم هي ساكنه فين دلوقتي. ايوه ايوه صح 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 مش مهم. اهي كانت واخداني ونازله بيا درجتين في اوضه ضلمه، وفي اخر الاوضه الضلمه كان في قفص، فتحت القفص وقالت للعصفور طير يا دافنشي. عزبه الوالد صح صح يا كرمه، عزبة الورد ده الحلم اللي انا رسمته في اخر لوحه. صعب يا دكتور نشأت، صعب قوي. خلاص يا رباب دوروا على السيد دكتور نشأت خرب بيتك. لكن البضاعه بتاعتي غاليه والف مين يتمناها. استنى بس يا دكتور، رايح فين؟ رايح افحص الجثه بتاعتي قبل ما انقلها. الله، احنا لسه ما خلصناش كلامنا. لا يا حبيبتي، ما هو الفار بيلعب في هبي، وانا حاسس بصراحه ان انتوا قطعتوا الراجل ده ها علشان تاخدوا منه اللي انتوا عاوزينه قبل ما نتفق، عشان كده انت فاتحه صدرك معايا يا حبيبتي وعاوزه تدفعي لي ملاليم. قطعت الراجل؟ يخرب بيتك قطعت الراجل؟ انت جايبني هنا علشان اقطع فيه؟ يخرب بيتك يا نشأت، الله يخرب بيوتكم. والله ما حد لمسه، الدكتور اللي هيشتغل فيه لسه ما جاش اصلا، والراجل بحالته زي ما جه. ما هو مش هيفضل كتير كده يا رباب، المخدر اللي جوه جسمه جواه علشان يفضل حي، علشان كده هيفوق بكره الصبح، ولو فاق هنروح في 60 داهيه. لا بكره ايه، ده هم ساعتين زمن بالكتير ويكون هنا، بس احنا نتفق الاول وبعد كده. اسف يا رباب، اسف يا حبيبتي، نفحص دافنشي الاول وبعدين نتفق. ده انت جبار يا باشا، انا في حياتي ما شفتش حد زيك كده. ولا هتشوف يا ايمن، الدماغ دي كل 50 سنة لما تلاقي زيها في الداخليه. مظبوط يا باشا مظبوط. انا دلوقتي بس عرفت ليه الجهاز متمسك بسعادتك كل الفتره دي، محدش يجرؤ ينبش وراك. اصل اللي ينكش ورايا يا ايمن هيفتح ابواب جهنم على الكل. الكل مختار باشا نفسه لو كان شاف المدعو دافنشي في المعتقل كان خلص عليه عشان يحمي فرقة الطائرة. ده تليفون اتمام المهمة وقراءة الفاتحة على المرحوم. نسمع كلنا مع بعض نقول مبروك ولا لسه شوية؟ مبروك يا باشا، ده انا في مصيبة سودة. مصيبة ايه؟ دافنشي يا باشا هرب. يا نهار اسود، هرب ازاي؟ انت استعبط؟ هرب ازاي وهو ميت؟ ما هو يا باشا ما كانش ميت، ما انت عارف انه ما كانش ميت. انت مش قلت هتديله حقنة الزفت دي؟ ايوه يا باشا، المخدر كان قوي جدا علشان يحافظ على صحته وجسمه يبقى حي لحد ما نبيعه، لكن فجأة اختفى من المستشفى. ده انا هخفيك من الدنيا كلها يا غبي يا ابن الكلب. انت بتخدعني يا نشأت ها؟ عايز تاكل فلوس كلها لحسابك مش كده؟ يا باشا فلوس ايه؟ بقول لك هرب، والله العظيم فاق وهرب. ما شفتوش ازاي يا بني ادم؟ بقول لك لسه ناطط من هنا، قصدي يعني لسه خارج من هنا من ربع ساعة بالكتير كده. واحنا هنبص على الخارج ليه يا مس رباب؟ ده احنا بنبص على اللي داخل بالعافية. يعني ما لمحتش حد بالمواصفات اللي انا قلت لك عليها دي؟ هنلمح مين ولا مين؟ ده احنا داخل علينا 3 حوادث مليانين بشر، وبعدين اشمعنا الباب ده؟ ما يمكن خرج من الباب اللي ورا. يا نهار اسود، هو الباب اللي وراني كمان مفتوح؟ من صباحية ربنا، هو ضايقك في حاجة؟ ضايقني في حاجة؟ ده دمرني، ده هيوديني في 60 داهية، زمانه سمع كل حاجة واختار عن النيابة. اتفضل يا استاذ.
أنا عارف إن الموقف صعب على أستاذة كبيرة زي حضرتك. بالعكس، لزمان قوي اتمنيت موقف زي ده. تمنيتيه؟ تخيل؟ أهم إنسان عندي في الدنيا، أغلى واحد في حياتي، بس مش عارفة أنا أحققها كده. اتفضل. اتفضل يا أستاذ. العدل يا كرمة، طول عمري بتمنى حقق العدل، لكن برضو ما قدرتش. ازاي احكم على الناس بالسجن 30 سنة من عمري، اللي مؤبد واللي مؤقت واللي 6 أشهر، وانا في حياتي ما شفتش المكان ده ولا ذقت احساس بني ادم في ضلمة السجن نص دقيقة. عمرك ما هتفهمي المعنى ده غير لو حسيت بظلمة القبر على جسمك وانتي لسه عايشة، ويا عذابك بقى لو حسيتيها وانتي بريئة ومقهورة بالظلم. حسيته يا بابا، حسيته. حسيته وفهمته. مدخول في 60 داهية يا اخي، خلي اصلي وفصلي وقفت الدنيا وقفت عنا عاد باخي هي كده واقفة. كرمة اتسجنت ليه؟ فهمني يا شريف. معرفش يا باشا، معرفش. أنا كل اللي فهمته من التليفون اللي جالي إن الداخلية قبرت عليها وحبستها، لكن ليه وإزاي معرفش. هو التليفون ده مش منها؟ منها إزاي بس يا باشا وهي مقبوض عليها؟ دي بنت ممرضة هي اللي كلمتني وقالت لها الحكاية دي. حتى كلمت دالي عشان أفهم إيه الحكاية، ما ردتش عليا. طب والممرضة دي تعرف إزاي قبل ما إحنا نفسنا نعرف؟ عرفت زي ما عرفت بقى عاطف بيه. المهم نتأكد من صحة الخبر ده الأول. أيوه. ابعتي لي نادر بسرعة. أيوه جابر بيه. أنت هنا ولا في شر؟ يا لهوي. بنتي يا داليا بنتي، عملت إيه عشان يحبسوها؟ المشوار يا ماما. المشوار الزفت بتاع المعتقل هو السبب في الكارثة اللي إحنا فيها. المعتقل؟ يبقى أنت اللي ضيعتيها يا داليا. انت اللي فضلت تزن عليها عشان تروح المشوار ده، وهي يا قلب امها كان قلبها حاسس باللي هيحصل وكان مقبوض. حرام عليك يا ماما، هو انا ناقصه؟ قلت بينا يا رب، يا رب انت اللطيف. ده احنا مخرجينها من المصحه بمعجزه يا بنتي، تخرج من المصحه تخش السجن. ليه ده كله يا رب؟ كل ده عشان كسبت قضيه وخدت فيها قرشين؟ ما كل الناس بتنجح وتاخد مال قارون. اشوفها يا ماما، وديني لها دلوقتي. اوديك فين بس يا ابني؟ ربنا يهديك. انت
تقولي لهم حبسوها ليه؟ عشان يطلعوا مع عفريت دافنجي؟ ما تجيبش ست الموضوع ده تاني، انت فاهم ولا لا؟ مش انت اللي طوعتيها يا ستي؟ قلت لكم ده سحر، ما عجبكوش كلامي. الله يقطع دافنجي وساعد دافنجي. كارما طبعا انت عارفه ومتاكده كويس جدا ان قرار احتجازك بالطريقه دي كان اكبر مننا كلنا. مفيش داعي للحرج يا يوسف. اذا كان في حد غلط فانا اللي غلطت في حقك وفي حق سياده اللي وصفت. دخلتكم في مشكله كبيره مالكمش اي ذنب فيها. انا مشكلتي دلوقتي اكبر من مشكله صفوت بيه. اوعى تقول كده. انا فاهمه قصدك. انا مش ممكن اخلي الداليا تجرح علاقتكم بسببي انا. متاخر. متاخر يا كارما. داليا كلمتني امبارح بالليل وقالت لي يا اما نقف جنبك واطلعك من المشكله اللي انت فيها دي باي طريقه، يا اما ننسى كل حاجه احنا اتفقنا عليها. دي متخلفه وغبيه ومش فاهمه حاجه. بس انا مقدر موقفها. مقدر ايه؟ موقف ايه اصلا عشان يتقدر؟ انا اللي عملت العبله دي وانا اللي هشيلها. كارما ممكن تسمعيني؟ ممكن تسمعني انت؟ انا مش هسمع حد. لو سمحت يا يوسف بيه شوف اجراءاتك. انا جاهزه للعرض على النيابه.